How are you now? طيب بعد كده بعد الستيج اللي بعد الاردوينو ايه اللي هي الديف بلاير. ديف بلاير ده انت ممكن تعمل معايا تشاتنج هنا او تسجل لي ريكوردو. التالي يلا يا حماد خش بقى مهندس. ازيك بس الاول عامل ايه؟ ازيك الاول حبيبي نفسك بالجا اول لسه اول على احمد ايمن صبري طالب في كليه الناس من نوف ليفل 3 ان شاء الله. المشروع بتاعنا ان شاء الله بسيط جدا يعني تمام. المشروع بيستهدف الناس اللي هم الصم والبكم بس. الناس الصم والبكم دول هو ما بيقدرش يتكلم ولا يسمع تمام، فهو كل وسيله التواصل الوحيده هي لغه اشاره بس. لغه الاشاره دي بالنسبه لنا هي اشاره حركيه، انا عايز احولها اخليها اشاره كهربائيه تمام. طب اخليها اشاره كهربائيه ازاي عشان اعرف اتعامل معاها؟ عن طريق 6 سنسورز تمام. اول سنسور يعني في سنسور منهم انا مش هتكلم عليه دلوقتي لان اهميته هتبان قدام. في 5 سنسورز تانيين تمام. الخمس سنسورز دول اسمهم فيليكس سنسور. فيليكس سنسور ده مقاوم، هو عامل شبه المقاومه المتغيره او التنشوميتر شويه، بس مقاومته بتبتدي تتغير مع اي فليكشن في الصباع. يعني هي كده في مقاومه بس مع اي فليكشن بيبتدي المقاومه تزيد شويه. طيب دلوقتي انا محتاج منه، مش محتاج منه مقاومه ومش محتاج منه تيار، انا محتاج منه جهد. طيب هو هيديني جهد انالوج عشان اقدر ادخله على المايكرو بروسيسور بتاعي اللي هو الاردوينو. طيب عشان انا عايز دلوقتي جهد انالوج بس صغير عشان يقدر يدخل على الاردوينو، فده انا هعمله ازاي؟ عن طريق ان انا ادخله في دايره فولتج ديفايدر عشان اخد منه جهد صغير انالوج تمام. اقدر ادخله على الاردوينو فالاردوينو يطلع لي اشارات مختلفه، اشاره 1 واشاره 2 واشاره 3 واشاره 4 واشاره 5، عن طريق ان انا بكتب كود بلغه السي على الاردوينو تمام، بيطلع لي اشارات 1 و2 و3 و4 و5 الى ما لا نهايه. طيب بعد كده بعد الستيج اللي بعد الاردوينو ايه اللي هي الديف بلاير. ديف بلاير ده هو الساوند كونكتور بتاعنا كله، يعني ده اللي بيوصل الصوت وده اللي بيقطعه وده اللي بيحفظ الصوت بتاعنا. طيب واحد كده بالنسبه يعني مبدئيا الساوند بيتحفظ عليه عن طريق كارت ميموري، بسجل عليه الساوند 1 و2 و3 و4 و5 الى ما لا نهايه برضه. طيب هيعرضه ازاي الديف بلاير؟ هيعرض الصوت ازاي على السبيكر تمام؟ وقت ما الاردوينو يطلع له اشاره 1 احنا مبرمجينه كده، اول ما يطلع اشاره 1 الديف بلاير هيعرض الصوت رقم 1، وبعد ما يطلع اشاره 2 الديف بلاير هيعرض الصوت رقم 2. طيب احنا كده عرضنا الصوت على السبيكر. طيب خلينا نتكلم بقى بشكل تفصيلي اكتر شويه عن السنسور السادس. السنسور السادس ده سنسور اسمه ام بي يو سنسور تمام. الام بي يو سنسور ده هو سنسور جيروسكوب بيقيس اتجاهات بس تمام. احنا حطيناه ليه؟ عشان ما نحجمش الاشارات بتاعه المريض عند اللي هو حركات الايد بس. يعني مثلا انا حركه زي دي بالنسبه للفليكس سنسور كده كله ده واحد تمام. انا حاطط الام بي يو سنسور عشان يبقى ده واحد وده واحد، دي اشاره ودي اشاره ودي اشاره ودي اشاره ودي اشاره ودي اشاره تمام بكذا اتجاه. ايوه غيرت اشارات اكتر فبالتالي هتيح للمريض ان هو يتكلم كلام اكتر تمام. طيب تمام احنا كده خلصنا جزئيه ايه الشخص السليم يفهم الشخص المريض. هو كده فهمه عن طريق السبيكر سمعه تمام، حولنا لغه الاشاره لكلام. طيب نخش على المرحله الثانيه بقى. لو احنا عندنا الشخص السليم ده، الشخص المريض ده عايز يفهم الشخص السليم. الشخص السليم ده مبدئيا كده خلينا نتفق ان الشخص المريض ده مفيش اي حاجه في ايديه يقدمها لك غير عينيه بس تمام، بيشوف بس. فانت كل الوسيله بتاعتك انك تقدر تكتب له، ومش معقول انا ماشي كل الناس بورقه وقلم عشان يكتب له كل حاجه هو عايزها. لا انا حطيت له شاشه ال سي دي على الجهاز بتاعي تمام. هتعرض له الكلام ده ازاي؟ عن طريق بلوتوث مديول. حطيت بلوتوث مديول على الجهاز، بوصله عن طريق ابلكيشن موبايل تمام. بفتح فيه بلاقي طريقتين، اتنين انبوت تمام، مايك وكيبورد، الاثنين شغالين. ايا كان اللي هتكتبه على الكيبورد او اللي هتقوله في المايك، الاثنين هيتعرضوا كلمات مكتوبه على الاي سي دي. كده احنا وصلنا لمرحله ايه؟ ان الشخص المريض فهم الشخص السليم، والشخص السليم فهم الشخص المريض، من غير ما نخلي الشخص اللي هو السليم ده يتعلم لغه اشاره ولا الشخص المريض يتكلم. الله ينور عليك، جامد والله. والله عايزين بقى نشوف المشروع بيشتغل ازاي. نشغل يا باشا. انا دلوقتي اعتبرني راجل اصم تمام. الشر عليك يا باشمهندس حبيبي. دلوقتي انا عايز اتكلم معاك عن طريق ايه؟ ان انا اصلا متعلم في حياتي اللي هي لغه الاشاره، اشاره الصم والبكم انا متعلمها. فانا عايز احول الاشاره ديت لغه الاشاره بتاعتي كصوت عشان انت تقدر توصل معاه. ازاي بقى؟ يعني مثلا ممكن اسالك دلوقتي عن اسمك. انا لا اسمه ونوف امين. لا هو انا بسالك عن اسمك. هو كده قاعد بيسالك بس. حاجه. طب تاني بقى، قول حاجه تاني عشان قول حاجه تاني. هينفعش
دي ايه بقى؟ اكسلنت. الله يبارك لك. دلوقتي انا عرفت اكلمك، ده انا عايز اخد فيدباك منك. انا دلوقتي اسمك مش سامعك، ازاي اخد الفيدباك منك؟ عن طريق ان احنا ربطنا الديفايس بتاعنا بموبايل ابلكيشن عن طريق البلوتوث مديول. انت ممكن تعمل معايا تشاتنج هنا او تسجل لي ريكوردنج عن طريق وهيظهر لي عن طريق البلوتوث مديول، هيظهر لي الكلام بتاعك على الـ على الليكويد سيركت هنا. تمام، احنا دلوقتي هنجرب عمل. جرب تقول اي حاجه. هاو ار يو ناو؟ ممكن برضو من خلال الشات. ف لا جامده والله يا. هو انت عارف هو باين فيه شغل كتير وفي نفس الوقت ايه، تحس ان واحده هو مش موضوع مش كومبلكس يعني. هو ده الحلاوه ان انت تجمع كل الحاجات. انت لو شفت يا باشا، ده مخ المهندس، ده مخ المهندس هو اللي جه. هو اكيد داخل فيه جزء سوفت وير صح؟ ايوه ايوه. ثواني يا احمد، انا اكيد مش الناس كلها نطاقه زي بعض. ده الديفايس من جوه مستخدمين عده نزولات كلنا يعني عملنا اللي نقدر عليه ان احنا نخليه بالحجم ده، ان هو مستخدم الاردوينو مع بلوتوث مديول مع الدي اف بلاير مع الام بي يو 6050، كل ده جمعناه برده مع الفيليكس سنسور، وخدنا السبيكر مع الليكويد سيركت، كل ده جمعناه في العلبه ديت ووفرنا الشكل ده المناسب، يبقى مناسب للراحات. الله ينور عليك. طب انتوا بقى اللي قمتوا بالتكلفه كلها ولا يعني مثلا جت مساعده من كليه او من وزاره الاتصالات او من اي حاجه؟ كلها احنا تيم اصلا نان سينيور لسه ليفل. ينفع تقول مثلا اتكلف كام؟ اتكلف حوالي 5000 جنيه. 5000 جنيه، ده غير مشروع التخرج بالظبط. الكليه اصلا ما الكليه ما بتقدمش دعم المشاريع غير مشاريع التخرج بالظبط. هي احنا عشان احنا لسه نان سينيور فمفيش دعم. الدعم ده بيبقى للناس اللي بتتخرج بيجي لهم دعم، انما النان سينيور بيعملوا حاجات بقى ابتكارات من يعني ايه، بيشتغلوا على نفسهم كده، يطوروا من نفسهم. بس التوفيق يا ربنا معاك يا عم، ربنا يوفقك.